بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. دلوقتي إن شاء الله هنعمل تعبئة لحبارة بتاعة طبعة اتش بي ليزر اللي هي الام 130. طبعا اسم الحبارة 17A، زي ما انتم شايفين كده اسم الحبارة 17A، تمام. ليزر جيت اتش بي. طبعا اول حاجة هنعملها ده شكل الحبارة الاول اهوت. اول حاجة هنعملها في مسمار هنا اهو، المسمار اللي هنا ده هنفكه، احنا مش هنحتاج اي ادوات غير مفك صديق، فهنفك المسمار ده. او فكينا كده المسمار، بعد كده هنشد كده بالراحة الجنب ده خالص، هنشيله كده بالراحة. البنز ده الموضوع كله بنوز. المسمار ده حتى انت مش محتاج ان انت تفكه، هو المسمار اللي انا وريته لك ده اللي هيتفك بس. وبعد كده ايه، هنحاول ان احنا نشد كده بالراحة خالص اهو. في بنز هنا اهو زي ما انتم شايفين اهو. طيب هنفك المسمار التاني كده لعل وعسى يكون الموضوع ايه اسهل شوية. وبعد كده ايه، هنبدأ ان احنا نشد، بس نخلي بالنا من الدروس اللي تحت دي. طبعا هنشد كده بالراحة، هيفتح معانا بالطريقة دي كده زي ما انتم شايفين. دي الحبارة اهي، وده المفروض ان هو ده اللي وظيفته ان هو بيكتب على الورق او حاجة زي كده يعني. ما علينا، المهم نخلي بالنا من الحبر بس وايدينا، وعلشان ما نبهدلش الدنيا. طبعا لازم تتأكد ان الخط ده او الحتة الالمونيا دي ما تكونش متنية او فيها اي مشكلة خالص، علشان لو فيها اي مشكلة الطبعة ممكن ما تشتغلش او الحبارة ممكن ما تشتغلش معاك، تمام. فدلوقتي احنا هنبدأ ان احنا نملى الحبر من الحتت او الحتة الفاضية دي من غير ما نفك المسمارين دول، تمام. طبعا في هنا كيس حبر اهو، تمام، اسمه توينر، وهتفتح الكيس بالشكل ده، وهتبدا ان انت تملى الحباره ببساطه جدا ولكن بحذر. يستحسن انها تكون على الارض علشان خاطر لو في حاجه اتزرقت ما تبهدلكش وتبهدل المكان اللي انت قاعد فيه.
هنضف بيه دي بالشكل ده. اهم حاجه يا جماعه المنديل يكون ناشف، ما يكونش فيه نقطه ميه. هيبقى بالشكل ده. تمام، وهتركن دي على جنب وهتبدا ان انت تنضف الجزء ده. هيكون معانا بالشكل ده. طيب نيجي بقى للحبارة اهو، او الكارتج بتاعتنا، وهننضف برضو الجزء ده. نجيب منديل غيره. اهم ما في الموضوع ان ما يكونش فيه اي نقطة مية في المادة اللي انت بتستخدمها للتنظيف، سواء فرشة بقى او منديل ورقي او حتة قماشة او اي حاجة. اهم حاجة ما يكونش فيها ايه، اي مادة سائلة. تمام، هنركن دي على جنب كده. هنيجي بقى نركب الحاجة بتاعتنا اهو، نركب دي في مكانها وهنركب دي في مكانها. هتبقى بالشكل ده. بعد كده هنمسك الحبارة بالشكل ده كده وهنركب المكان ده، نركب كل حاجة في مكانها. تمام، هتبقى بالشكل اللي احنا هنركبه دلوقتي ده. طبعا الموضوع سهل جدا اهو، وزي ما قلنا من شوية ان الموضوع كله بيبقى عبارة عن بنوز هتركب في بعضها، هتبقى معانا بالشكل ده. كده هنكون انتهينا من تعبئة الحبارة. تمام، هنبدأ نربط المسمارين بتوعنا اللي احنا فكيناهم، فكينا واحد من هنا وواحد من هنا، هنربطهم تاني. ادي اول مسمار اهو، هنربطه في مكانه، وده اللي انا قلت ان هو ملوش لازمة اصلا ان هو يتفك. والمسمار التاني هيتربط في المكان بتاعه الرابع هنا.
بكده هنكون انتهينا من تعبئة الحبارة بتاعتنا. تمام، و هنقدر ان احنا ننضفها مثلا بالبلور، نديلها نفخة بالبلور كده او اي حاجة، او مش مضطر ان انت تديلها نفخة بالبلور فمش مشكلة خالص، هتسيبها زي ما هي كده كده خلاص احنا هنقدمها بشكل طبيعي. تمام، كده هنكون خلصنا درس النهاردة، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.